السلام عليكم. نشكر المسؤولين في الجزائر خاصة من أعلى من السلطة من رئاسة الجمهورية، كلفوا الاتحاد إذاعات الدول العربية بالإشراف على كامل التغطية في القمة العربية. الجزائر عدت مركز إعلامي أنا بعتبره المركز في الأكبر اللي شفته، ليس فقط في المنطقة العربية ولكن خارج المنطقة العربية، مركز متميز جدا. كل الطلبات، احنا قبل سنة اجتمعنا مع المسؤولين في الجزائر وعملنا خطة عمل، خطة العمل كل اللي طلبناه أعطونا منه مرتين وأكثر. طلبنا استوديوهين تلفزيونين أعطونا 4، طلبنا للهيئات يكون عندها دول عندها 20 موقع أعطونا 37، الإيديتينج طلبنا 6 دون 15، يعني حقيقة وفر إمكانيات كبيرة جدا.